السلام عليكم. اليوم ان شاء الله البنات غادي ندير واحد البيتزا تجي رائعه بواحد العجين اللي تيجي خفيف وزوين. واول حاجه قبل ما ندخلوا في الوصفه بعدا غادي نقول لكم البنات الجداد اللي انضموا للقناه مرحبا بكم، وما تنساوش تشتركوا في القناه البنات وتفعلوا الجرس هكا باش يوصلكم كل جديد. كذلك ما تنساوش تزوروا الصفحه اللي على الفيسبوك اللي هي شيوات مريم، والرابط اللي اسفل الفيديو اللي غادي نخليه لكم هكا في التعليق او في صندوق الوصف اللي غادي تدخلوا ليه غتلقاو فيه جميع الوصفات هكا مكتوبه وبالصوره تاع الوصفه. وما تنساوش كذلك البنات هكا تكملوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش هكا تنجح معكم الوصفه. ودابا هكا ندوزو للمقادير. غادي نحتاجو في المقادير البنات 300 غرام تاع الدقيق الفورس، غادي نحتاج معلقه كبيره تاع الخميره او الا كان الجو بارد لجوج معالق تاع الخميره هكا حبيبات او الخميره معجونه. غادي نحتاج جوج معالق كبار عامرين او لا نص ياغورت طبيعي، او اللي ما عندكمش البنات ياغورت راه انا تنصايبها بالحليب المجفف راه تجي رائعه. اليوم ما عنديش الحليب المجفف فدرت هكا الياغورت الطبيعي. المهم الا ما عندكمش الحليب المجفف ما توقفش الوصفه على الحليب المجفف، ممكن تستعملوا كي قلت لكم الياغورت الطبيعي حتى هو راه تجي به زوينه. غادي نحتاج جوج معالق الزبده، غادي نحتاج المعلقه تاع الخل، وغادي نحتاج القريصه تاع الملحه والمدافي من طبيعه الحال باش غادي نجمعوا العجين. ندوزو دابا الطريقه. غادي ناخذوا هذا الطحين هذا، غادي نزيد عليه الزبده هكا جوج معالق كبار عامرين، غادي نزيد عليه الخميره حبيبات، غادي نزيد عليه الياغورت طبيعي، وغادي نضيف الخل. هكا الخل تيساعد العجين باش يجي ناشيش. غادي نضيف الملحه صافي، وغادي نجمع هاد المكونات هادو بالماء دافي كي قلت لكم. صافي غادي نبدا نضيف في الماء دافي شوي بشوي وانا تنجمع الخليط. غادي نحاول ندخل هاد الزبده في وسط الطحين. ممكن تزيدوا الزعتر البنات، انا ما درتوش حيت غادي نديرو من الفوق تاع البيتزا، ولكن راه ممكن تضيفوا حتى في العجين حتى هو راه تيجي هكا زوين. انا ما درتوش، اكتفيت بالعجين عادي هكا. ممكن كذلك تنسمو هكا بالثوم بودر او البصله بودر، تيبقى لكم الاختيار. صافي غادي نبدا نجمع هكا في الطحين كي قلت لكم في العجين شوي بشوي وانا تنضيف الماء، وغادي ندير لكم مزيان البنات. صافي بعد ما جمعت العجينه البنات ندير لكم، ها نتوما كي تشوفوا هذا العجين هذا راه ما تيلصق ما والو، رائع ها نتوما شفتوا. صافي تنبقى ندير لكم مزيان حتى تحصل على النتيجه اللي بغيت. شفتوا البنات ها نتوما ساهل وما تيلصق لا في سطح العمل لا والو، وتصلح هكا بزاف تاع الحوايج ان شاء الله. نحط لكم هكا بفطائر وبيتزات هكا في النواع، غير خليو ليا في التعليق واش تبغيو هاد الاقتراحات هادو هكا الغدا خفيف اولا العشاء، راه تيجيو زوينين وساهلين كي قلت لكم. صافي دابا غادي ناخذوه وغادي نقسمو على جوج كرات، غادي ندير وحده تكون صغيره على حسب الطاوله اللي عندي، وغادي ندير وحده كبر منها غادي نخليها حتى نقسموها من بعد. غادي ندير وحده على هذا القياس هذا، وغادي نخلي هادي هكا كبيره حتى من بعد ونقسموها كي قلت لكم. صافي غادي نغطيهم بشي بلاستيكه، غادي نرش بعدا الطحين من تحت منهم هكا باش ما يلصقوش ليا، وغادي نغطيهم بشي بلاستيكه وغادي نعاود نغطيهم بشي سريبيطه، وغنخلي العجين صافي يرتاح حتى يخمر مزيان عاد باش نرجعو ان شاء الله. هذا هو السر نتاع البيتزا باش تجيكم رائعه البنات، هو هذا منين تتعجنوها وتدلكوها صافي تتغطيوها وخليوها صافي نساوها حتى وكانت تزجدو الحشوه، اولا ممكن ساعه تخليوها اولا كتر كاع ساعه الا ربع ما توقع عليها والو باش ما قعدات باش ما تجي زوينه. صافي غادي نخليها انا تخمر وغادي ندوزو نعطيكم المقادير نتاع الحشوه. عندنا في المقادير تاع الحشوه البنات عندي هنا صلصه البيتزا اللي صايبتها بجوج مطيشات طحنتهم مع جوج مطيشات عاديين طريين مع جوج معالق تاع مطيشه تاع الحك مع شويه تاع زيت الزيتون شويه الملح شويه البزار
ورقه سيدنا موسى وشويه الزعتر. صافي تردو كلشي فوق البوطه حتى تتعقد لينا على هذا الشكل هذا. ممكن تصيبوها كثيره البنات هكا وتحتفظوا بها في المجمد، تقسموها هكا في مكات، وفين ما بغيتوها في البيتزا او لا كشي فطائر او لا في سباكيتي تلقاوها موجوده. وغادي نحتاجو شويه نتاع الفطر، هذا تيبقى اختياري، شويه تاع الفطر المعلب اللي خديتو شحرتو، شويه تاع الملح، شويه البزار، وشويه تاع الزبده. غادي نحتاجو الفلفله هكا ملونه، الا ما عندكمش الفلفله ملونه غديروا لي فلفله خضراء اللي قطعتها رقيقه وصوصيتها غير واحد الدقيقه في شويه تاع الملحه وشويه تاع الزبده. غادي نحتاج الزيتون الخضر هكا مقطع، الا ما تتبغيوش الزيتون الخضر مقطع ولا ما عندكمش ممكن ديروا الكحل. غادي نحتاج العلبه تاع الطون، انا هاد البيتزا غادي نديرها بالطون. الا ما عندكمش البنات الطون ممكن ديروا الكفته اولا ممكن ديروا هكا طريفه تاع الدجاج اللي تشطوا عليكم هكا ماشي دجاج طيبتوه، تتحيدوا هذاك الصدر وتتفرتوه وتدخلوه للمجمد، وقت ما تصيبوا شي بيتزا اولا شي شوكولا تخرجوه من المجمد وتتلقاوه واجد عندكم. غادي نحتاج الفرماج ساندويتش، انا هذا هو اللي عندي، ممكن الا ما عندكمش ديروا الموزاريلا اولا الفرماج احمر، اولا ما عندكمش الموزاريلا ما عندكمش الفرماج احمر تكتفيو غير بقطع الفرماج المثلث. غادي ندوزو لبديل الفرماج اللي غادي نحتاجو فيه 0 بيضه، غادي نزيدو عليها 4 كاس تاع الحليب، غادي نزيد عليها معلقه كبيره تاع النشا، 4 كاس يكون عامره البنات هكا تاع الحليب، وغادي نحتاج ليها شويه تاع الملحه، وهكا واحد جوج فرماجات حتى لثلاثه مثلثين. وغادي نحتاج القطرات من الخل والزيت، انا نسيت ما حطيتهمش، غادي نحطهم ونعاود نرجع لكم. غادي نضيف قطرات من الخل وغادي نزيد هاد الزيت هادي نتاع الطون، انا ما غاديش نضيعها، هي اللي غادي نصفي وغادي نضيف. الا ما عندكمش الزيت تاع الطون هكا وبغيتو تستعملوه في شي وصفه اخرى، انا غير حنت البيتزا بتاتلت بزاف بالمذاق تاع الطون بما انها الحشوه مكونه من الطون. اما الا بغيتو تستعملوه هكا في شي حاجه اخرى غادي تضيفوا عليها البنات هكا الزيت النباتيه اولا زيت الزيتون. صافي غادي نخلط هاد العناصر هادو، يا اما بالطراب اليدوي هكا حتى ينسجموا مع بعضياتهم ويذوب هاد القطع تاع الفرماج يذوبوا لنا في وسط الخليط وينسجموا جميع هاد العناصر، او لا ممكن ديروه في الطراب الكهربائي تيبقى احسن. دابا غادي ندوزو باش نعمرو البيتزا تاعتنا. العجين بعد ما خليته خمر غادي ناخذو، جبت لكم هاد الكويره الصغيره هي اللي غادي ندير من التحت، راه رشيتها بالطحين وخليتهم حتى خمروا. هنايا يا اما طاوه يا اما المقله الثقيله غادي ندهنوها بالزبده وغادي نطرقوا هاد العجين هذا. صافي تنطلقوا على هاد الشكل هذا غير بيديا، ما تحتاجش للدلاك. غادي نديرها انا طبقه رقيقه البنات. صافي هي بعد ما طرقتها دابا غادي ناخذ العجين الاخر اللي عندي وغادي نبدا تنحط هكا كويرات باش نعبر شحال تاع الكويرات غادي يخرج ليا. هكا غادي نحط كويره حدا بعضياتها باش يجيونا متساويين حتى نشوفوا شحال من الكويره خاصنا هنايا على الدوره تاع البيتزا، عاد باش نبداو نشكلوهم هكا على شكل كريسات باش قدنا العجين اللي يمشي يجينا ما مقادش مش يطلينا شي فراغ. صافي غادي نبقى على هاد الشكل هذا حتى نسالي الدوره اللي عندي. ها هما البنات بعد ما دورتهم على عجينة البيتزا اللي عندي، غادي ناخذ دابا كويره وغادي نسرحها هكا بين يديا وغادي ندير هاد الفرماج هذا تاع الساندويتش منه غير واحد شويه على هاد الشكل هذا، غادي نجيبو الوسط وغادي نعمر به.
هو بيني وبينكم البنات الفرماج موتزاريلا تيجي رائع هكا في هاد البيتزا دي، ولكن نقضيو باللي عندنا في الدار. صافي غادي نكوروهم على هاد الشكل هذا هكا، تنحاول نسد ليهم نسد ليها الجوانب تاعها، وغادي نحطها هنايا صافي، وغادي نبقى مستمره بنفس الشكل حتى نسالي هاد العجين اللي عندي كامل. صافي بعد ما كملت الدوره كامله، دابا غادي ناخد هاد الصلصه تاع البيتزا، غادي نحاول نسرحها فوق العجين على هاد الشكل هذا. دابا غادي نوزع الشامبينيون على هاد الشكل هذا، غادي نزيد الطوم اللي صفيت من الزيت، كي قلت لكم الزيت هي باش خدمنا الفرماج. صافي غادي نفرتو وغادي نوزعو على هاد الشكل هذا. صافي غادي نكتفي بهاد القدر هذا، غادي نزيد الزيتون هكا اللي مقطع دوائر، غادي نزيد دابا الفلفلة هكا ألوان. كي قلت لكم اللي ما عندكمش هاد الفلفله الملونه راه ممكن تستعملوا غير الفلفله الخضراء، غير تقطع رقيقه. صافي على هاد الشكل هذا. غادي ناخد دابا ابيض البيض اللي شاط ليا من صفر البيض اللي درنا في بديل الفرماج، وغادي ندهن به هاد الكويرات هادو اللي عندي على هاد الشكل هذا حتى نكملهم كاملين. دابا بعد ما دهنتهم بابيض البيض، غادي ناخد الزنجلة البيض وغادي نرش فوقهم هكا باش يثبت ليا. الا ما عندكمش الزنجلة البيضة البنات، ممكن تكتفيو غير وتخليوهم غير هكا، او ملي ديرو حبوب البافو او الزنجلة غير العادي. ومن الاحسن الا ما عندكمش الزنجلة البيض او البافو، صافي خليوهم غير عاديين. صافي دابا غادي ندخلها للفران اللي مشعل من قبل، غادي نشعل عليها من تحت حتى تطيب وتحمر، عاد نشعل عليها من الفوق باش تاخد شويه تاع اللون الذهبي غير بالنسبه لهاد الكويرات هادو. من بعد حتى نقربو نخرجوها، عاد غادي نفرغو فوقها هكا هاد هاد باجيل الفرماج هكا يمشي معلقه من الفوق، وغادي نخليوه واحد الشوي في الفران حتى يشد راسو. صافي ونخرجوها ونوريها لكم ان شاء الله في طبق التقديم. هذا هو الشكل النهائي تاع البيتزا البنات، بعد ما خرجتها من الفران تجي على هاد الشكل هذا، تجي زوينه هاد البيتزا. نتمنى كتجربوها البنات وتنال الاعجاب ديالكم. غير النصيحه اللي نعطيكم البنات هكا باش تجيكم البيتزا بحال تاع الزنقه، ما تخليوهاش تاخذ الطياب بزاف من التحت، غير واحد شويه صافي، وتتعلو عليها الفوق باش تتبقى خفيفه وتجي زوينه. تنتمنى فعلا البنات تجربوا هاد البيتزا هادي وهاد بديل الفرماج اللي تيجي اقتصادي وتيجي زوين. وما تنساوش من طبيعه الحال تبارطاجيو الفيديو الى عجبتكم الحلقه تاع اليوم، وتزيدوا تشجعوني هكا باش نحط وصفات كثار البنات، وبالصحة والراحة.